تفضل. بخصوص تفسير قول الله عز وجل وما كان عليكم في الدين من حرج جزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فديننا والحمد لله دين سهل وسمح، والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، فهناك تيسير في كل الأمور. إذا عجزت عن الصلاة قائما صليت جالسا، عجزت عن الصلاة جالسا صليت مضطجعا، خفت إذا استعملت الماء من المرض تيممت، لم أجد ماء تيممت، أجنبت والجو بارد وليس عندي ماء مسخن والماء سيقتلني تيممت، لم أستطع الحج، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، جعت وسأموت ما أمامي إلا ميتة جاز لي أن أكل ميتة، سجن شخص في سجون أوروبا الكافرة لم يأتوه إلا بطعام لحم خنزير وسيموت إذا لم يأكل أكل، أكره على كلمة الكفر جاز له أن يقولها إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، عجزت عن الصيام لمرضي أفطرت، عجزت عن الصيام لسفري أفطرت، وهكذا في كل الأبواب تجد الدين سمحا، تجد الدين سهلا سمحا، والحمد لله على هذا الدين القيم، ما جعل الله علينا فيه أبدا من حرج. في الإنفاق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، متعهن على الموسى قدره وعلى المقدر قدره، متاعا بالمعروف حقا على المتقين. في كل باب من الأبواب تجد سماحة وسهولة ويسرا في هذا الدين القيم، والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، نصوص تترى يرفع الله بها الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.